انا ما كنعتبرهاش مفاجاه، اعتبرها صيروره طبيعيه جدا. بعد سنوات وفي كل جمع عام سابق كنت كنقول انه بالاضافه للنتائج الرياضيه كان عندنا الشجاعه اننا نجددوا النخب ونديروا مجموعه من الشباب اللي كنعتقد بانهم اليوم الحمد لله وصلوا للمستوى من النضج يخليهم انهم يدبروا النادي بكل اريحيه. وفي الحقيقه هذه كانت مفاجاه تاليه، لانه القرار اتخذ في ظرف 48 ساعه. كان اجتماع مع الرئيس، كان عنده رؤيه اخرى، منظور اخر، وقنعنا بذاك المنظور ديالو. ولكن هذا الشيء راه ما تيعنيش بلي ان السي فوزي قجا غادي يكون بعيد على النهضه البركانيه، بالعكس